شكرا جزيلا لحضرتك. حضرتك بتوصف يعني ما اقدرش احكم على كل الحالات، ولكن ابرز الحالات اللي حاصله على الساحه خليني يعني شويه اتعاطف مع الكل، ولكن طبعا زميلتي العزيزه ايمان الحصري، يعني هل هذه الحاله بدون ذكر ما فيها من تفاصيل، هل حضرتك بترى ان هذا الامر يندرج تحت اي البنود؟ الخطا، الاهمال، التقصير الطبي ام المضاعفات؟ والله شوف يا استاذ عمرو، المفروض وانا يعني سمعت جزء بسيط من كلام الدكتور البدري دلوقتي وانا موافق على كلامه، انه المفروض قبل ما نقول ده اهمال ولا خطا طبي ولا مضاعفات لازم تكون لجنه علميه، لجنه فنيه هي اللي حققت في الموضوع وتقول كلمتها، لانه اطلاق الامور على علتها والحمله الشعواء اللي حصلت في السوشيال ميديا انا رايي ان دي حمله ضاره جدا بالمريض وبالطبيب المصري وبالطب المصري. يعني بعد حادثه كمان بعض المضاعفات اللي حصلت مع الفنانه ياسمين عبد العزيز، نتمنى لها الشفاء طبعا. وانا طبعا بحيي الفريق الطبي اللي بيعالج ياسمين عبد العزيز انه التزم الصمت، لانه في ضغط عصبي رهيب أكيد. لما تبقى بتعالج حد شخصيه عامه او فنان معروف او كده، ولكن كلمه خطا طبي دي كلمه سيئه جدا. المفروض ما حدش يطلق كلمه خطا طبي غير بعد لجنه فنيه تحقق في المضاعفات اللي حصلت، لانه ليس حدوث مضاعفات يعني ان هناك خطا طبي. المضاعفات وارده في كل الكتب العلميه وكل البراكتس، والا انت بتفترض انه لو كل الناس خلت بالها مش هيحصل اخطاء خالص او مش هيحصل مضاعفات والعيان هيخف 100%. Which is not the case، يعني ده مش ممكن يحصل في اي دوله في العالم. وبالتالي خلينا نتفق ان في مضاعفات ممكن تحصل غصب عن اي جراح في الدنيا او أكيد. اي دكتور في الدنيا. وبالتالي لازم يبقى احنا الطبيب مطالب في العالم كله ببذل رعايه وليس الوصول لنتيجه. وده في معظم التفاسير حتى في لائحه اداب المهنه في مصر. طالما مطالب ببذل رعايه احنا بنحاسبه على ثلاث حاجات. هل اتبع القواعد العلميه المتعارف عليها في الاجراء الطبي اللي عمله ولا لا؟ هل عند حدوث مضاعفات شخصها مبكرا ولا لا؟ نمره ثلاثه، هل تخلى عن المريض بتاعه ولا تعامل مع المضاعفات فورا وبطريقه علميه؟ لو ثلاث الحاجات دول عملهم بالمظبوط ووفق المعايير الدوليه يبقى هو مش مدان حتى لو حصل اي مضاعفات في الدنيا.